بالطبع لا نسمي الوافدين إلينا باللاجئين، بل هم ضيوف. اليوم مصر تستضيف 9 مليون لاجئ من المنطقة بأكملها ومن القارة الإفريقية بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان. احتسبنا الكلفة المباشرة لاستضافة 9 مليون لاجئ في مصر هو أكثر من 10 مليار دولار أمريكي سنويا، وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها بأنفسنا.